الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس التاسع في الثقافة الاقتصادية لغير الاقتصاديين تحت عنوان السياسات الاقتصادية. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم وعلى بركة الله. نبدأ هنا الآن. أذكر أرجو الرجوع إلى الدروس الثمانية الأولى كي تكون المعرفة لديكم تراكمية وتربط المواضيع بعضها ببعض. هناك ثلاثة مجالات رئيسة تعمل فيها السياسات الاقتصادية، أو ما يسمى economic policies، السياسات الاقتصادية. أنا الآن هذا العنوان الرئيسي، السياسات الاقتصادية. أول واحدة أو أول شكل من أشكال هذه أو مجالاتها سياسة تجارية، أو مسمى commercial policy، سياسة تجارية تتعلق بالتجارة الخارجية محلية وإقليمية وعالمية. التجارة بشكل عام، لكن تجارة خارجية إقليمية وعالمية، لكن محلية داخل فيها سياسة انفتاح أو سياسة إغلاق أو انغلاق مرات سبيل. سياسة مالية هذه تتعلق بالنشاط الاقتصادي للحكومة، تشمل الموازنة العامة، مصادر الدخل، الضرائب زائد النفقات المتكررة الرأسمالية، التحويلات الداخلية والخارجية، المديونية المحلية والخارجية، والمساعدات. وآخر شكل من أشكال السياسات اللي هي سياسة نقدية، تتعلق بالنقود وإصدارها وضبطها، كمية المطلوب من النقود في الاقتصاد، ضبط كمية النقود بأدوات نسبة الاحتياط الإجباري وأسعار الخصم الفائدة وعمليات السوق المفتوحة ومراقبة ميزان المدفوعات. هذه يعني الأشكال الثلاثة من السياسات الاقتصادية: سياسة تجارية، سياسة مالية، سياسة نقدية. وإن شاء الله سأبينها بشيء من الشرح البسيط. نتابع على بركة الله. أول السياسة التجارية commercial أو ما يسمى trade policy، يعني commercial أو trade policy. تعنى السياسة التجارية بوضع ما يلزم من تشريعات legislation أو legislatures. هذا الآن ما يلزم من تشريعات تشمل القوانين والأنظمة والتعليمات والتوجهات والقرارات ذات الصلة بالتجارة من أجل تسهيل انسياب السلع، يعني بضاعة خدمات، داخل الحدود الجغرافية للدولة ومع الدول المجاورة وبقية دول العالم بشكل عام. هنا هذا الشكل عن التجارة، بضائع وما شابه. هنا هذه تجارة محلية، هنا تجارة إقليمية، وهنا تجارة دولية. تشمل هذه التشريعات والقرارات مقادير الرسوم والضرائب المفروضة على السلع التي تذهب في كل اتجاهات محلية إقليمية دولية. طبعا هنا الضرائب مقصود فيها الرسوم الجمركية وما شابه، يعني أو إذا كان في ضرائب تصدير أو استيراد وما شابه. بالنسبة للتجارة الإقليمية والدولية، قد تشمل السياسة التجارية الحصص المسموح باستيرادها وتصديرها وأسعار التبادل التجاري أو ما تسمى terms of trade. وعادة ما تقاس هذه أسعار التبادل التجاري تقاس بنسبة أسعار السلع المصدرة وأسعار السلع المستوردة، وتمثل قيمة الصادرات مطروحا منها قيمة المستوردات، أي المقصود بها الآن الميزان التجاري إلى حد ما. الآن رقم 2، السياسة المالية fiscal policy. هذه من أهم السياسات، تأتي على شكلين: سياسة مالية انكماشية وسياسة مالية توسعية. تشمل السياسة المالية كل الأنشطة الاقتصادية للحكومة. أنا الآن وضع الموازنة للحكومة، هذا نشاط تقوم به الحكومة، مصادر إيرادات الحكومة اللي هي مصادر الدخل المطلوب فيها، هو أن أوجه الإنفاق أين تذهب. وضع الموازنة العامة هذه واحدة، مصادر الإيرادات أرباح عملياتها التجارية، ربما تمتلك أو تملك الحكومة في أي دولة منشآت، شركات، مناجم، شو مهما كانت، فأرباح عملياتها التجارية زائد الآن ضرائب ورسوم متعددة، ضريبة الدخل، ضريبة المبيعات، ضريبة الجمارك وما شابه. فإذا ضرائب ورسوم متعددة، مساعدات خارجية، جزء من الدخل الوطني أو الدخل الحكومة عندما تكون فقيرة تعتمد على، يعني بجزء من دخلها على الإيرادات الخارجية أو المساعدات الخارجية. فمساعدات خارجية زائد قروض محلية وخارجية. أوجه الإنفاق رواتب وأجور وتعويضات، تحويلات محلية وخارجية، والإنفاق الرأسمالي. تؤدي زيادة النفقات الحكومية إلى ارتفاع الدخل الكلي في الاقتصاد. عندما تنفق الحكومة الآن، تنفق رواتب وأجور تعويضات تحويلات الفقراء للمحتاجين وما شابه، فيرتفع الدخل الكلي في الاقتصاد. ويؤدي ارتفاع الضرائب إلى انحسار نسبة في النشاط الاقتصادي،
وتؤدي التحويلات المحلية إلى ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، عندما الآن تقوم الحكومة بتحويل الفقراء أولى مثلا الشركات التي أوكلت أو رصد عليها عطاءات إنشاءات وما شابه، فهذا يرفع من الدخل الكلي. أما التحويلات الخارجية خاصة إذا كانت موجهة لسداد ديون خارجية فتؤدي إلى انخفاض نسبي في وتيرة النشاط الاقتصادي المحلي. الآن أخيرا السياسة النقدية monetary policy، هذه تأتي على شكلين كذلك الأمر، سياسة نقدية انكماشية وهو سياسة نقدية توسعية. تشمل السياسة النقدية كل الأنشطة المتعلقة بالنقود وتنفذها السلطات النقدية أو يسمى monetary authority وهي البنوك المركزية central banks في معظم دول العالم. في سبيل ماذا؟ في سبيل ضبط النقد من حيث الكمية المصدر منه والقوة الشرائية لوحدات النقد وأسعار الصرف مع العملات الأخرى والكمية المتداولة منه محليا وخارجيا. هناك هي عدة أدوات تلجأ إليها السلطة النقدية في سبيل تحقيق سياساتها حول الأمور النقدية. ما هي الآن؟ هذه السياسات اللي هي نسبة الاحتياط الإجباري، أي الآن عندما تتلقى أو تتسلم البنوك التجارية والاستثمارية المصارف التجارية والاستثمارية ودائع من الزبائن، يجب على كل بنك الآن أو كل مصرف أن يقتطع جزء منها الآن من هذه الودائع على شكل نسبة احتياط إجباري. فلاحظوا لي، يعني افرض على سبيل المثال بأن الآن فلان قام بإيداع 100 دينار أو 100 دولار أو 100 جنيه أو 100 ريال في حسابه لدى المصرف X، مصرف ألف، يجب على هذا المصرف أن يقتطع جزء من سميه احتياط إجباري، يستطيع الآن يتصرف بالباقي على شكل قروض يمنحها الآخرين، وربما يقتطع جزء احتياطي إجباري أو احتياطي اختياري. هذا الاحتياط الإجباري تضع السلطة النقدية، فهذه أحد أدوات السيطرة على كمية النقد. ما يعني الآن إذا قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياط الإجباري على البنوك التي تقرض، فهذا يحد أو يقلل من قدرتها على الإقراض لزبائنها. السياسة الثانية معدل الخصم، قد تحتاج البنوك التجارية والاستثمار أن تقترض من البنك المركزي، فكلما كان سعر الفائدة الذي يفرض البنك المركزي على على القروض التي يمنحها البنوك عالية، إذن ترتفع أسعار الفائدة وبالتالي يقلل من قدرة البنوك على الإقراض وبالتالي بيقلل من كمية النقود المتداولة داخل الاقتصاد. عمليات السوق المفتوحة، أن يذهب البنك المركزي الآن إلى السوق ويبيع سندات باسم الحكومة أو باسمه من أجل أن يسحب النقد السيولي من الاقتصاد حتى يحد من ارتفاع الأسعار، أو يشتري بالحالة هاي سندات التي باعها نيابة عن نفسه أو نيابة عن الحكومة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة النقد السائل في الاقتصاد وبالتالي بيزيد يعني كمية النقد اللي داخل الاقتصاد. وأخيرا علاقات مع المصارف، ربما يعني هناك علاقات غير معلنة غير هذه الأدوات الثلاث المهمة، هناك ما يسمى جو بونينج أو العلاقات مع المصارف، أن يتصل مع المصارف ويشجعها على تقليل الإقراض أو على زيادة الإقراض دون أن يعلن عن ذلك. هذه بشكل عام السياسات التجارية الثلاثة. أخيرا الآن أذكر بأن هنا الاقتصاد الوطني يعتمد على هذا التناغم وتناسق السياسة التجارية مع السياسة المالية مع السياسة النقدية، يجب أن تكون متوافقة وتدفع مع بعضها البعض. تعتمد قوة الاقتصاد الوطني على نجاعة هذه السياسات إذا افترضنا حكم المؤسسات الرشيدة وأن النظامين الاجتماعي والتعليمي بكل مراحل هذا التعليمي يسير بالاتجاه المطلوب. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله في المقطع القادم الدرس العاشر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.